خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي معانا. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى بالأمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ماريا جابرييل نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا والوفد المرافق ليها، واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بالعلاقات الثنائية المميزة اللي بتجمع مصر وبلغاريا، وتحدث عن فرص التعاون الممكنة بين مصر وبلغاريا في المجال الاقتصادي، وأكد حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. كمان امبارح تم الإعلان عن انطلاق معارض أهلا رمضان في المحافظات في منتصف الشهر الجاري، وهيكون في كل محافظة ثلاث معارض رئيسية كحد أدنى، ده طبعا بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة. تفاصيل الأخبار دي أخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ماريا جابرييل نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا والوفد المرافق لها. استهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بالعلاقات الثنائية المميزة اللي بتجمع مصر وبلغاريا، معرباً عن تقديره للزخم اللي شهدته العلاقات الثنائية على مدار الأعوام الماضية. وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء لفرص التعاون الممكنة بين مصر وبلغاريا في المجال الاقتصادي، معرباً عن حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. امبارح التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالوزير تودور تاجاريف وزير الدفاع البلغاري والوفد المرافق على هامش انعقاد لجنة التعاون الأولى المصرية البلغارية بالقاهرة، وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات، أيضاً تطرق لتداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. امبارح وزارة التموين أكدت أن معارض أهلاً رمضان بالمحافظات هتفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري، وأنه هيتم إنشاء ثلاث معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى بالإضافة للشوادر والسيارات المتنقلة، كما أشارت إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية هتشارك في معارض أهلاً رمضان بركن خاص. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي أسوان تم تنفيذ 50% من مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية، وفي المنوفية تم تنظيم 38 فعالية ثقافية وفنية، وده خلال شهر فبراير. أما بقى في سوهاج تم البدء في أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية، وكمان في الأليوبية هيتم إطلاق هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم بمشاركة 20 جامعة. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة، فأسوان بيتم العمل بشكل منتظم للانتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالي الحالي، واللي بيصل إجمالي أطولها 50 كيلومتر وباعتمادات 131.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تجاوزت 50% من إجمالي المستهدف. في المنوفية أعلنت مديرية الثقافة عن تنظيم 38 فعالية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بمختلف المراكز والمدن خلال شهر فبراير، بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحسين وعيهم من الأفكار المتطرفة. في الدقهلية أعلنت المحافظة أنه هيتم قطع المياه اليوم الأحد من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً عن بعض المناطق بمدينة ومركز طلخة لتنفيذ أعمال الصيانة، وبتشمل المناطق منطقة طريق بلقاس بالكامل وشارع العراقي حتى المعهد الديني وطريق المقابر ومنطقة مصنع الغرباوي. في قنا شهدت المحافظة تدشين عيادة التغذية العلاجية داخل مجمع عيادات سيدي عبد الرحيم للتأمين الصحي بهدف التيسير على المرضى وتنظيم العمل بمنظومة التأمين الصحي لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لشريحة كبيرة من المواطنين. في الأليوبية بدأت جامعة بنها في استقبال الفرق المشاركة في فعاليات هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم اللي بينطلق اليوم الأحد وبيستمر حتى الثلاث، وبتنظمه الجامعة بمشاركة 30 فريق بيمثل 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد تكنولوجيا المعلومات.
في سوهاج أعلنت المحافظة عن البدء في أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بجهينة، وتم البدء في أعمال القواعد والأساسات للمدرسة على مساحة 10,000 متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال 11 شهر من استلام الموقع. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن بدء أعمال وضع الطبقة الأسفلتية ورفع كفاءة طريق بورسعيد المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وده في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بالمحافظة.